وفاكر انك هتعرف تخلص مني تبقى غلطان يا معلم. يا ترى يا باشا الراجل ده برج الثور ولا برج الاسد؟ ده برج ايه اللي خفيف؟ عسل يا باشا والله. انا عايزك تقولي تفاصيل الراجل اللي انت شفته ده بالظبط. لقينا المسدس ناقص فيه 3 طلقات وفيه كاتم صوت. ماشي تمام. ثانية واحدة، انت قلت ايه؟ انت قلت كاتم صوت؟ لقيناه يا فندم. طمني يا دكتور، خير؟ فيه للأسف يا باشا، الباقي في حياتك.